وجدت اقسم بالله وجدت ان السيد علي الخميني مرشد الثوره الايرانيه ينفق على مدارس سنيه في كردستان لنشر المذهب السني. والله وحضرت في هذه المدرسه اقسم بالله العلي العظيم، واول مره انا اردت ان اتحفك باشياء لم اقولها في برامج من قبل، والله العظيم ثلاثا وحق القران المجيد انا حاضرت في مدرسة سنية في كردستان قالوا لي ان النفقة، لان هناك الدولة لا تصرف على التعليم كله الديني لا سنة ولا شيعة، قالوا ان السيد علي الخميني مرشد الثورة الايرانية قرر بان المدارس السنية على نفقة الحوزات العلمية بغض النظر عن، فوجدت تسامح يا اخي، وجدت الناس لما هو بينفق على مدرسة سنية